سقف الملعب، ملعب مجمع فؤاد شيب الرياضي بجوني، وطبعا عم بيسببوا بالدوبيين في المباراة لما ينزلوا. بدر عم يسرق، وبدر ما بيسجل، بيعطي لباسم، وشوفوا خطأ ذكي جدا من محمد حنتس حتى يوقف المحاولة. ثنائي باسم بلعة بدر مكي، ثنائي كتير كبير على أرض الملعب. يعني باسم حط البرشر، حط البرشر على غالب، واجا بدر من الميل الثاني سرع على الطابة وراح عمل اسيست. ليكو شو صار، ليكو سرعة بدر كيف بيعرف امتى لازم يسرق الطابة. الظاهر هالاحتكاك وعمليات التفاهم عم تجرب تنتهي بالايادي. طبعا اللاعبين مش مطلوب، هيدي مش الروح الرياضية ابدا، منا ابدا مشاهد بتليق بمباراة نهائية. على كل بسرعة المصلحين عم يدخلوا لأرض الملعب حتى يوقفوا اللعبة، ولكن بسرعة لازم الأجواء الرياضية ترجع تسود أرض الملعب حتى نرجع نتمتع بهيك مباراة نهائية. القوى الأمنية مشكورة دوما على جهودها الكبيرة، القوى الأمنية من جيش لبناني وقوى أمن ومختلف القوى الأمنية يلي دايما بتحافظ على أمن الملعب.